نشرة أخبارية جديدة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. جيش الإسلام يعلن عزمه على حل النصرة في الغوطة الشرقية، وفيلق الرحمن يتهمه باتخاذ الهجوم على الجبهة ذريعة لمهاجمة مقره. كريم فيري ذلك وجه للناس لشعب فلسطيني صوت عالي. لن نتراجع حتى لو لمونا جثث. حرية. عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس أمام المحكمة الإسرائيلية، لن نتراجع حتى ولو لمونا جثثا. ضبط خلية في جدة بالسعودية متورطة في هجوم على المسجد النبوي، وتتلقى توجيهات من قيادة داعش في سوريا. وسط ارتفاع حدة تنافس أحزاب الجزائر تختتم حملاتها وتدخل فترة الصمت الانتخابي. أهلا بكم. تتواصل الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق. فيلق الرحمن اتهم جيش الإسلام بالخداع واتخاذ الهجوم على جبهة النصرة ذريعة لمهاجمة مقر الفيلق في مديرة وبيت سوى والمحمدية ومناطق أخرى. وفي بيان له قال الفيلق إنما يروج له جيش الإسلام ادعاءات خادعة ومضللة تكذبها بيانات المجالس في بلدات الغوطة الشرقية. وأكد الفيلق أنه ملتزم حتى الآن بالدفاع عن النفس فقط، مطالبا جيش الإسلام بالانسحاب من المناطق التي اقتحمها. وكان جيش الإسلام أعلن في بيان عزمه على حل فصيل جبهة النصرة في الغوطة الشرقية ومحاسبة مسؤوليه وإنهاء ما وصفه بالفكر الدخيل. البيان اتهم فيلق الرحمن بمؤازرة ودعم جبهة النصرة بالسلاح، مؤكدا قبوله وقوف الفيلق على الحياد على الأقل. تنسيقيات المسلحين أعلنت من جانبها أن جيش الإسلام يحرق جثث مسلحي هيئة تحرير الشام في الغوطة. استشهد 13 مدنيا بعدما أطلق مسلح داعش النار نحوهم قبل وصولهم إلى خطوط القوات العراقية شمال غرب الموصل أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم. مصدر عراقي أفاد بأن أكثر من 100 عائلة وصلت إلى القوات العراقية في قريتي حليلة وبدوش شمال غرب الموصل بعد فرارهم من منازلهم في أحياء 17 من تموز وحاوي الكنيسة والهرمات، حيث وصلت قوات الرد السريع للمشاركة في العمليات. وأعلنت قوات الحشد الشعبي تحرير 4 قرى شمال غرب الحضر. مثل عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس أمام المحكمة الإسرائيلية، حيث أكد أن الأسرى مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم. وكشف يونس الأسير منذ نحو 35 عاما أنه نقل خلال فترة إضرابه بين 4 سجون إسرائيلية، وأن إدارة السجون سلبت الأسرى ملابسهم أغطيتهم ووسائدهم بهدف الضغط عليهم. هناء محمد. صادروا منه الملابس والأغطية والوسادة، صادروا الدفتر والقلم والملح، لكنهم لم ينالوا من إرادته. كريم في رسالة وجهها للناس لشعب فلسطيني صوت عالي. لن نتراجع حتى لو لمونا جثثا. لن نتراجع حتى لو لمونا جثثا، قال كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين خلال مثوله أمام المحكمة الإسرائيلية، مؤكدا مواصلة الإضراب عن الطعام. قمنا بتقديم التماس باسم الأسير البطل كريم يونس وباقي الأسرى أيضا من أجل يعني إلغاء قرار مصلحة السجون بمنع الأسرى المضربين عن الطعام كعقاب من لقاء المحامي. لقاء المحامي خلال فترة الإضراب عن الطعام يعني يعتبر النافذة الوحيدة للأسير للعالم الخارجي، وبالتالي النافذة الوحيدة لرقابة خارجية على ما يحدث داخل السجن مع الأسير. أكثر من 1500 أسير مضرب تمنعهم سلطات الاحتلال من لقاء محاميهم، فقائمة الضغوطات لكسر الأسرى تطول. هم يفاوضون الأسرى أن يعطيهم كل حقوقهم وكل مطالبهم، ولكن باستثناء القائد مروان البرغوثي كريم قال لهم لا رجوع بدون مروان البرغوثي. أولا بتأكدوا هذا المفاوضات لازم تكون مباشرة مع مروان، وعندما القائد مروان البرغوثي يعلن فك الإضراب نحن وراءه، ولكن لا تراجع بدون مروان البرغوثي. في الشارع تتواصل نشاطات دعما لقضية الأسرى وطلبا لتحريرهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول قمع الفلسطينيين وتكميم أفواههم، لكن أصداء صرخة الأسرى
قد بلغت العالم. يدخل الأسرى الفلسطينيون أسبوعهم الثالث من الإضراب المفتوح عن الطعام وسط تصعيد التحركات الشعبية المؤيدة والمساندة لهم، ما يؤكد انتصارهم على السجان الإسرائيلي. هناء محميد من أمام المحكمة المركزية في حيفا، الميادين. أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة جدة. وفي بيان ذكرت وزارة الداخلية أن الخلية مؤلفة من 46 عضوا بينهم 14 أجنبيا. المتحدث الأمني باسم الوزارة منصور التركي أشار إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية تلقوا توجيهات من قيادة تنظيم داعش في سوريا، وأن الخلية مسؤولة عن قتل مطلوب للداخلية كان ينوي تسليم نفسه للشرطة. المتورطين في هذه الخلية الذين تم القبض عليهم حتى الآن بلغ 46 شخص، منهم 32 سعودي و14 أجنبي، بينهم طبعا باكستانيين ويمنيين وأفغانيين ومصريين وأردنيين. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن حضور الشعب في المشهد السياسي هو الذي أبعد الحرب وليس البعض كما يدعي منذ توليه المنصب. خامنئي دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الاقتراع الكثيف لاختيار رئيس للجمهورية، وأكد في كلمة له أولوية الوضع الاقتصادي للحكومة المقبلة. خامنئي قال إنه لا يحدد للشعب من ينتخب، بل يدعو إلى الاقتراع لأي مرشح يختاره الناس. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. تختتم اليوم الحملة الانتخابية في الجزائر لتدخل البلاد في فترة صمت انتخابي على مدى 3 أيام قبل يوم الاستحقاق. ل21 يوما استمرت الحملة الانتخابية، تسابقت خلالها الأحزاب السياسية لاستمالة الناخب الجزائري وسط مخاوف من شبح العزوف. أسامة عبد النور. أكبر حملة انتخابية في تاريخ الجزائر شهدت فتورا في بدايتها، لكن ختامها كان أكثر سخونة في المواقف وتنافسا في البرامج وفي طرح الخيارات السياسية. رافق ذلك سجال طال أحزاب السلطة نفسها. ليس صراع وإنما منافسة. إلى حد الآن التجمع الوطني الديمقراطي قام بمنافسة شريفة، فهو فقط يقدم البرنامج تاعه ويشرح المواطنين ولم يهاجم أي تنظيم سياسي. لماذا؟ لأن أردنا أن نجدر الديمقراطية في الجزائر، وهي الاهتمام بالبرامج وليس بالأشخاص. أحزاب معارضة انقسمت بين متحالف متجاوز لعقدة الزعامة في سبيل الوصول إلى الأغلبية البرلمانية، وبين من راهن على إرثه النضالي وقواعده الحزبية للوصول إلى البرلمان لكسب مقاعد يسمع عبرها صوته ورأيه في قضايا البلاد. كل هذه الحلول استجاب لها المواطنين الجزائريين والجزائريات، ولاحظنا ذلك خلال الخراجات الجوارية التي قمنا بها منذ 3 أسابيع. الآن بالنسبة للحظوظ، أنا نظن بأن لا يوجد أي حزب سياسي يقول بأن حظوظه ضعيفة أو ضئيلة، ولكن الشرط الأساسي أن تكون هناك حقيقة المصداقية والنزاهة في هذا الاقتراع المقبل. الأحزاب الفتية رفعت شعارات التغيير والإصلاح ورشحت في قوائمها طاقات شابة تتوق إلى التجديد والعطاء واستلام زمام المبادرة. رانا مسجلين ارتياح كثير، خاصة بعد الحملة اللي قدناها في ظرف 21 يوم في كل ربوع وكل أحياء الشعبية لولاية الجزائر العاصمة. كنا احتكينا بالمواطنين وتلاقينا ترحاب كبير من قبل المواطنين والمواطنات، خاصة في الشباب، لأنه لما نحتك بهم يعلموا أنه قائمتنا لا تتعدى معدل سن فيها 34 سنة.
بقدر ما كانت الحملة الانتخابية ساحة للتنافس بقدر ما فتحت الباب أمام نقاش سياسي عميق في البلاد حرك الجمود وشحذ الهمم للتجديد ونبذ العزوف والمقاطعة. طوال 20 يوما تنافست مختلف التشكيلات والأحزاب السياسية في الجزائر على إقناع المواطن. صمتت المنابر وبقي الصوت صوت المواطن الجزائري في الأخير هو الذي يختار من يمثله في قبة البرلمان الجديدة. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، وأيضا الناطق باسم جبهة التحرير الوطني الوزير السابق موسى بن حمادي. أهلا وسهلا بكما معنا في هذه النشرة الإخبارية. أبدأ معك سيد تواتي، بداية هل ما زلتم يعني مصرون على انتقادكم لانتخابات البدو؟ أليس من حقهم اليوم الانتخاب؟ نحن نعرف أنه اليوم في ختام الحملة الانتخابية وعشية انطلاق الانتخابات غدا في المناطق النائية وعند البدو الرحل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نعتقد بأن البدو الرحل هم من حقهم أن ينتخبوا، لكن هذا الانتخاب يبدا أن يكون انتخاب في كنف حماية الأصوات هؤلاء، وألا يكون هناك إغراءات أو وعود. إذا أمكن أن تشرح لنا أكثر ما الذي تقوله سيد موسى، ما هي مخاوفكم الحقيقية؟ إذا أمكن أن تشرح لنا من ماذا على ماذا انتقادكم في هذا الموضوع؟ أظن الرحل البدو هم يتنقلون كثير، وأن هناك علينا أن نتأكد بصحة التسجيل في مكان واحد. فهناك ما كنا نطلب وما كنا نسعى إليه أن يكون هذا التسجيل هو تسجيل عن طريق الإعلام وعن طريق، ولنا الحق في الاطلاع على هذه القوائم التي تكون عن طريق العملية الإعلامية التقنية الأكثر دقة وأكثر معنوية، وأن يكون هذا السجل هو محل الاطلاع على لكل الأحزاب أو لكل المترشحين، من أجل التأكد بأن هذه القوائم ليست قوائم ازدواجية. معالي الوزير، أيضا لكم رأي في هذا الموضوع قبل أن نبدأ الحديث في نقاط أخرى تتعلق بالحملة والانتخابات نفسها. في الحقيقة قضية الانتخاب رحل هو عملية عادية جدا، والآن ما فيش أي لبس أو شك بالنسبة إلى صلاحية المعلومات التي تتحصل عليها وزارة الداخلية، لأن الملف هو ملف يعني رقمي، ويستطيع كل حزب أو تشكيلة سياسية أن تلاحظ أن تراقب إذا كان فيه يعني مخاوف السيد زائدة. موسى اليوم مخاوف السيد موسى ترى أنها في محلها في محلها هذه المخاوف ما يتعلق بسكان المناطق النائية؟ لا أنا بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني هذه يعني مخاوف مش يعني مبنية يعني مؤسسة، ولكن كل حزب عنده الحق يعني يعطي رأيه. نحن لنا كل ثقة في مصالح وزارة الداخلية، وهي متحكمة كل تحكم، وفيه مراقبين، فيه قضاة يراقبون إذا كان فيه تجاوزات بالنسبة لإضافة أسماء في الملف أو تجاوزات أخرى عند الاقتراع للرحل. ابقى معنا معالي الوزير. طبعا أعود إليك سيد موسى تواتي، غدا ندخل في 3 أيام صمت انتخابي، هل تشعرون اليوم كحزب معارض أن حظوظكم هذه المرة وفي هذا البرلمان هي أفضل من برلمان السابق؟ أظن هذا يبقى دائما، هو كل من يدخل في هذه الاستحقاقات هو يتبنى بأن هناك وعاء انتخابي، وأن هناك تهميش وإقصاء للمواطن الجزائري، وأن المواطن الجزائري من حقه أن يعاقب من أساء إليه ومن وعده وعودا كاذبة، وهو من حقه كذلك أن يدلي برأيه في اتجاه الذي يراه مناسبا من أجل الخروج من الأزمات التي وقعت فيها الجزائر من خلال
التصرفات. ماذا عن ثقة الشعب الجزائري بكم اليوم؟ في أنتم كحزبكم ثقة الجزائريين بكم، ماذا عن حظوظكم؟ هذا ما سألته. أظن اليوم الشعب الجزائري هو لا يثق في أحد، بل يثق في، ربما علينا أن نقول، هل يثق في برنامج، هل يثق في نفسه من أجل التغيير؟ وهذا هو الشيء الأهم، لأن الانتخاب هو عقابي، سوف يكون انتخاب عقابي وانتخاب مالي كذلك. ماذا تقصد عفوا؟ أقصد من الانتخابات المالية بأن هناك تعاطي الرشاوي وشراء الذمم، وأن كذلك بالنسبة للعقاب فإن الشعب الجزائري سوف يعاقب لمن أوصله إلى هذه النكسة الاقتصادية التي يتخبط فيها اليوم، فهذا هو المشكل. فالجزائر هي كانت في مأمن، ولو استثمرنا ولو كانت هناك نجاعة في الاستثمار في الإنسان لما وصلنا إلى هذه النكسة الاقتصادية التي يتخبط فيها الشعب الجزائري من إضرابات لدى المعلمين ولدى العمال ولدى كل القطاعات ولدى تدهور الوضعية الاجتماعية للمواطن الجزائري، علما أن الجزائر هي غنية بثرواتها البشرية قبل أن نقول بثرواتها الباطنية. يعني نفهم منك أنه هذا الحال الذي وصلت إليه الجزائر تتحمل مسؤوليته اليوم السلطة. معالي الوزير السابق موسى بن حمادي، هل لك رد على كلام السيد موسى؟ أنا ما سمعتش السؤال يعني بثقة، إذا كان ممكن إعادة السؤال من فضلك. طيب اليوم يقول أنه سيحاسب الشعب الجزائري، سيحاسب الجميع. اليوم الجزائر وصلت إلى مرحلة سيئة على كل الصعد، هكذا يرى السيد موسى تواتي. يقول أنه في شراء سيكون للذمم بالمال، كيف تردون على هذا الكلام؟ أنا لا أشاطر رأي الأخ موسى تواتي، لأن يتكلم على معاقبة جهة ما، ولكن من يعاقب من؟ هل يعاقب الحزب الذي قام ببناء والتشييد وتأطير أمور الدولة الجزائرية منذ سنوات والنتائج معروفة على مستوى كل القطاعات، على مستوى التحويلات الاجتماعية، السكنات، الطرقات، الجامعات؟ الآن يوم الاستقلال كانت للجزائر 600 طالب، الآن عدد طلبة في الجامعات الجزائرية حوالي 1,600,000 طالب. هل هذا يعني يستحق أن يعاقب من قام بهذا؟ أما بالنسبة إلى استعمال ممكن المال غير نظيف، احنا بهذا الجانب هذه كنا دائما نندد باستعمال طرق غير شرعية غير أخلاقية للوصول إلى القوائم أو حتى النجاح في الانتخابات. سؤال. ولا نقبل أن نستفيد من صوت واحد لا نستاهله. طيب سيد تواتي، سؤال أخير لك. اليوم تقييمكم للحملة الانتخابية، تقييمكم أيضا للانتخابات نفسها، كيف ترون الخارطة السياسية المقبلة ورؤيتكم المستقبلية للخارطة السياسية؟ طبعا قبل ذلك نود أن نفهم منك أيضا عن موضوع الانتخابات فيما يتعلق بالمقاطعة والعزوف. هناك أيضا وعد من الرئيس بوتفليقة بثلاث تعهدات بشفافية هذه الانتخابات، بالإضافة طبعا كما ذكرت لك للرؤية المستقبلية للخارطة السياسية في الجزائر. ماذا عن الأحزاب الإسلامية، المرأة، الشباب، والتحديات أيضا المقبلة؟ بشكل سريع إذا أمكن أن تعطينا صورة عامة لكل هذه المرحلة. أظن اليوم نحن في امتحان للشعب الجزائري عندما نقول أننا اليوم الشعب الجزائري سوف يقوم بانتخاب عقابي أو مقاطعة كلية أو مقاطعة، ولكن من دعا إلى هذه المقاطعة؟ هل هي أحزاب سياسية أو هناك جهات خفية تريد أن تتستر وتريد أن تنتقل إلى مرحلة انتقالية خارج الإطار الانتخابي أو خارج الاستماع إلى صوت الشعب؟ إذا تحدثنا على هذا فهذا سوف يجيب عليه من هم الذين يناورون ومن هم الذين يخططون لهذا العزوف. هل هذه كلمة العزوف هي موجودة في قاموس الانتخابات؟ فالانتخاب هو نعم أو لا، أو نعم أو لا.
فهذا هو الانتخاب، نزكي ذا أو ذاك. فالعزوف لا يعني، هنا نريد أن نقول بأن الشعب الجزائري استقال من سيادته ومن سلطته، ولكن هذا غير موجود في أوساط الشعب الجزائري. ولكن سوف هذا الشعب، لماذا أقول، سوف يعاقب من أساء إليه في حياته الاجتماعية والمهنية والثقافية والتربوية. هل المستوى التعليمي في الجزائر هو الآن معترف به؟ وهل الجامعة الجزائرية، وهل المدرسة الجزائرية التي شنت إضراب أكثر من 5 أشهر إضراب، هل هذا هو المشكل الحقيقي الذي يجب أن نتحدث عليه، ويجب أن يكون هناك الكلمة للشعب. أعود إليك سيد موسى بن حمادي، يعني اليوم جبهة التحرير الوطني خلال حملة تعرضت للكثير من الانتقادات، وكلنا نعرفها حتى من أحزاب السلطة الموالية. حدثنا اليوم عن تقييمكم للحملة، تقييمكم للانتخابات، ماذا عن نزاهتها أيضا، ماذا عن الرؤية المستقبلية للجزائر في السياسة وكل الملفات طبعا وعلى كل الصعد بشكل سريع؟ اولا عشنا حمله يعني دعائيه، حمله انتخابيه قويه ونظيفه وشريفه، وكل الاحزاب والتشكيلات السياسيه قامت بنشاطاتها، قدمت برامجها، اقتراحاتها، تصوراتها لمستقبل الجزائر بدون اي مشكل. هذا شيء طبعا أكيد سيؤثر إيجابيا على المشاركة في الانتخابات. فيه كثير من يتكلمون على ممكن مقاطعة، ولكن أهل المقاطعة هم ليس لهم لا قدرات سياسية ولا برامج كذلك سياسية لتقدم للشعب الجزائري. نعم. أنا أحترم يعني رأي كل موقف، ولكن الإيجابي هو المشاركة في الانتخابات، وهذا من خلال الحملات الانتخابية واستعملنا فيها كل الوسائل. نعم. أول طلب أو تحفيز هو المشاركة في الانتخابات، واختيار أي قائمة يشوفها المواطن يعني صالحة له. ثانيا بالنسبة لل يعني المستقبل، نعم، احنا متفائلين ان يكون فيه برنامج قوي، لان فيه الان هذه الانتخابات الشرعيه 2017 فيها احزاب لا باس بها قويه، فيها نوعيه تتكون يعني القوائم اللي تقدم لاختيار الشعب. ونامل ان يكون برنامج قوي. أناطق باسم جبهة التحرير الوطني الوزير السابق موسى بن حمادي، وأيضا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، شكرا جزيلا لكما، كنتما معنا من الجزائر. رعى المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن لروسيا دورا محوريا في حل الأزمة الليبية، وخلال زيارته السودان أشار كوبلر إلى وجود تفاهم بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. كوبلر قال أن لروسيا علاقات جيدة في الشرق الأوسط تساهم في الدعم الدولي لاستعادة الاستقرار في ليبيا. 4 سنوات مرت على الإعلان عن ميلاد ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية لشريحة الحراتين في موريتانيا وسط خلافات قوية بين قادة التأسيس. جماهير الميثاق احتفت بالذكرى بتنظيم مسيرات متعددة رفعت شعار رفع الظلم عن شريحة العبيد السابقين. أبي زيدان. من جديد يعود موقع ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراتين إلى الشارع في ذكرى التأسيس. مسيرة سنوية تجوب مختلف شوارع العاصمة للمطالبة بنيل أبناء العبيد والعبيد السابقين كل حقوقهم في الحرية والمساواة في بلد يعاني معظم سكانه الفقر والأمية. تعبير عن رفض الظلم، وتعبير عن التضامن مع الفئات المهمشة اللي هي فئة الحراطين وباقي الفئات المهمشة في المجتمع الموريتاني ضد الظلم، وعن هاي الوضعية اللي فيها الفئات المحرومة عنها ما تأت وضعية مقبولة، وعن كل الشعب الموريتاني بأطيافه بألوانه عنه متحد ضد هاي الوضعية ومن أجل إنهائها، لأنها فيها خطر كبير على السلم الاجتماعي وعلى مستقبل البلد. تخليد ذكرى الرابعة كشف عن صرخ كبير وخلافات عميقة في صفوف قيادات الميثاق بعد رحيل مؤسسه السفير السابق محمد سعيد الهمدي. 3 أجنحة متصارعة خلدت الذكرى هذه المرة، كل بطريقته وإن اتفقت الشعارات والأهداف.
طبعا كلهم يشوف عنه يخلد بطريقه معينه نتيجه لذلك عدم التوافق الاخير بعد وفاه المرحوم محمد سعيد، ولكننا نامل دائما في حل هذه المشاكل ويدنا ممدوده للجميع من اجل التوحد في المستقبل لخدمه قضيه واحده هي قضيه الموريتانيين ومستقبل البلد. ورغم حزمة القرارات والقوانين المجرمة للعبودية في موريتانيا تحت مراقبة منظمات الأمم المتحدة، ما زالت بعض المنظمات الحقوقية تتحدث عن حالات استعباد واضطهاد تمارس ضد شريحة الحراطين من قبل ما تسميه قوى الغالبية العربية الممسكة بالسلطة. ومع أن الحكومة تنفي بشكل قاطع وجود حالة استعباد، إلا أنها تعترف بأن مخلفات قرون طويلة من ممارسة هذه الظاهرة في كامل المنطقة ما زالت تعيق عملية التنمية. أبي زيد المقشوط، الميادي. تذكير بعناوين هذه النشرة: جيش الإسلام يعلن عزمه على حل نصرة في الغوطة الشرقية، وفيلق الرحمن يتهمه باتخاذ الهجوم على الجبهة ذريعة لمهاجمة مقره. كريم في رسالة توجهها للناس، للشعب الفلسطيني صوت عالي. لن نتراجع حتى لو لمونا جثث. حرية. عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس أمام المحكمة الإسرائيلية: لن نتراجع حتى ولو لمونا جثثا. ضبط خلية في جدة بالسعودية متورطة في هجوم على المسجد النبوي، وتتلقى توجيهات من قيادة داعش في سوريا. أحزاب الجزائر تختتم الحملة الانتخابية وتدخل في فترة صمت انتخابي وسط ارتفاع لهجة التنافس. إلى اللقاء.